صباحكم سعيد، نتمنى تكونوا بخير. كيف داير مع رمضان؟ لا لا، باقي حنا اللي غالبين عليه. المهم الان بغيت ندير معكم سميتو اش كيقولوا حسوه، حنا كنقولوا الحسوه او حريره، ولكن ماشي ديك الحريره الحامضه الحمراء. غندير معكم حريره ديال حربل، كاين اللي كيقول يقول لي هربل، كاين اللي كيقول لي حربل. المهم هو هاد القمح، هذا القمح الصلب، هذا هكا كيكون ناشف مجفين، وهذا القمح. المهم انا درتو ليله كامله في الماء، ها هو ورم شويه، ها هو ليله كامله في الماء، صفيته من الماء. دابا انا كندير الماء هنايا، غادي يطيب مزيان. ها هو غير تقريبا اقل من نصف ديال هاد الكوكوت، غادي يطيب مزيان الماء، وغادي ندير فيه هاد حربل والزيت البلديه. المهم انا الان غادي نقطع البصله هنايا، فيه نخليها غير على النصف تقريبا. ها نتوما بسم الله، وندير تقريبا جوج المعالق كبار ديال الزيت البلديه، ولما يطيب الماء غادي نرمي فيه هاد حربل. المهم ما غندير لا ملحه، نقدر ندير انا دابا البزار، نقدر ندير البزار، الملحه غنخليه حتى يطيب. انتوما الملحه غنخليه حتى يطيب، جهد ملعقه صغيره ديال البزار هكذا حتى يطيب، عاد غنديروا ليه الملح. سميتو الاسم ديالو هو القمح المفسخ، اي هاد القمح ملي كيكون في الاول راه كيفسخوه، ما كيخلوش ليه ديك القشره الاولى ديالو، كيفسخوه هكذا. اذا القمح المفسخ بغيت ندير معكم طريقه ما غطيبوهش بزاف، واحد الطريقه ان ملي كان لما كيطيبنا الماء هنا كنديروه في الكوكوت، اول ما كتصفر الكوكوت كنحيدوها، وانا غنوريكم من بعد اش غندير. يعجبني القزبر، غادي نضيف واحد شويه، ها هو مربط، ما هو طاب، انا غنرمي فيه هذا المفسخ، قمح مفسخ. المهم دابا انا نحرك شوي. ها نتوما ما نخافش عليه، غنسد عليه، نتوما غنسد عليه ونخليه حتى يصفر، سدو عليه مزيان ونخليه حتى يتصفر ونتلاقاو. دابا صافي، هاي صفرت الكوكوت، غادي نطفي عليها، ها هي طفيت عليها، وغندير لها بحال غنحطها في واحد الركنه شي جهه، وغندير عليها مثلا هاد بحال هاد المايطه هادي، هكذا ندير لها المايطه ونسد عليها هكذا مزيان. لما تسدو عليها مزيان حتى العشيه ان شاء الله، ونتلاقى معاكم. المهم ما تحلوش الكوكوت، غطفوا عليها العافيه وحطوا فوق منها المانطه هكذا، صافي حتى نتلاقى. صفرت الكوكوت على 10 دقائق فقط، 10 دقائق فقط، وصفرت الكوكوت، وهاني درت عليها المانطه. دابا دازت 6 سوايع على باش سميتو سديت على الكوكوت ودرت لها داك المانطه، غنشوفوا دابا ملي غنحلوه كيفاش داير. شرب بزاف نتوما، ها هو شارب بزاف. شفتو هو تحل مزيان، ولا عرفتي بحال لك يبان لك بحال الروز محلول. اذا دابا انا واخا ندير ليه الحليب ما غيقدوش، دابا انا غنطيب الماء وغنزيدو الماء، نطيب الماء ونزيدو ونتلاقى معاكم. دابا نضيف ليه الماء طيب، ها هو، باش ما تجينيش قاصحه هاد الحسوه، تجيني شويه جاريه صافي. ودابا الحليب هاني كنفيض في الحليب، ها هو نفيض فيه هو الاول، ما كنكبوش،
ما كنكبوش مباشرة في الحسوبة، كنفيدو بوحدو عاد كنكبو صافي بركة هكذا. خليها تتغلى وغنضيف لها الحليب الطيب. في نفس الوقت كنعمر واحد جوج بريدات ديولاتي هانتوما الاخر حيت لابد منه مع الفطور. خليتو يغلى 10 دقائق تاني مزيان، نضيف ليه الحليب. الحليب فاض جاري شويه ها هو ماشي بزاف كاع. دابا غادي نضيف الملحه وشويه البزار، يعني البزار درتو في الاول، غنضيف الملحه وشويه البزار. غادي نقص منه عاد نضيف الملحه. غادي نضيف الملحه، درت الملح في الاول، غندير تقريبا نص معلقه كبيره حتى نشوف على حسب المذاق مع الفطور. ندير هنا ندير البزار، درت البزار في الاول، غندير دابا غير نص معلقه، ندير نص معلقه فقط هكذا باش ما يجيش حار بزاف. حركو مزيان لان غادي يبقاو دوك الحبيبات. غنكبو الزهر هاهو داب كلو، هاهو غنديرو هنا صافي. غنطفي عليها دابا، انا غنطفي عليها صافي ونغلق عليها صافي. طاب دابا مزيان. هانتوما لاحظو شتوه كدير بحال الروز، كيف كتجي هكذا بحال الروز. ها هي حلوله كتجي مرغيه مزيان. بالصحه والراحه. بالصحه والراحه.